حياكم الله. افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد إشياع السوداني ملعب الناصرية الدولي في محافظة ذيقار، وأجرى جولته التي اطلع من خلالها على المنشآت الخدمية التي يضمها الملعب، مثمنا جميع الجهود التي أسهمت في إنجاز هذا الصرح المهم. كانت المحطة الأولى افتتاح ملعب الإدارة المحلية، كنا نأمل أن يكون افتتاح بمباراة رسمية في أجواء احتفالية مع الجمهور الرياضي، لكن نحن في مناسبة الزيارة الأربعينية قدسية هذه المناسبة، وأيضا بعد انتهاء الزيارة سوف ندخل في تصفيات المؤهلة لكأس العالم وما يمثله هذا من استحقاق للوضع الرسمي وأيضا للمشجعين. ارتئينا أن يتم الافتتاح وقص الشريط لمعلم وصرح رياضي وتحفة عمرانية يستاهلها شبابنا ورياضينا في محافظة ذيقار. كان ملعب نفذ بأحدث الطرق الحديثة وفق المعايير المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو الملعب الأول الذي نفذ في العراق استخدمنا فيه البوابات الإلكترونية، وإن شاء الله يكون هذا فاتحة خير لنشاطات رياضية لأبنائنا وشبابنا في ذيقار. تفقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد المبرقع مشروع ملعب ذيقار الأولمبي سعة 30,000 متفرج للإطلاع على سير العمل في المشروع، وكان برفقة الوزير مدير دائرة المهندس المقيم وممثل الشركة المنفذة للمشروع. ووجه الوزير خلال الاجتماع انذارا رسميا للشركة المنفذة بسبب التلكؤ الحاصل في العمل وعدم استجابتها للملاحظات التي سجلتها الوزارة في فترة سابقة، مؤكدا أنه في حال استمرار التلكؤ فإن الخطوة المقبلة ستكون سحب العمل منها. الآن هذا انذار يوجه لكم بشكل رسمي، عن طريق القانون الإدارة القانونية راح تتخذ إجراءات في توجيه الإنذار. نتمنى أنه ما نضطر إلى إجراءات سحب العمل اللي هي ترى بلمح البصر إذا كان هناك انحراف جديد بجدول تقدم العمل. أرجو أن تنتبهون إليه وتتعاملون يا بجدية. بعد إعلانه لقائمة اللاعبين المحترفين لتمثيل صفوف المنتخب الوطني في مباراتي عمان والكويت، يستعد مدرب منتخبنا خيسوس كاساس لإكمال قائمته في معسكر الدوحة. تفاصيل أوفر مع أحمد الهارف. العادة في الظلام هي البحث عن الضوء، والعادة في أجواء المونديال هي أن تسابق التاريخ لتضع اسمك في الحدث العالمي الأكبر، ومفاتيح التأهل له وضعت بين أيدي خيسوس كاساس، والوقت لا يزال طويلا إذا ما أراد الطيران في أجواء أمريكا بعد سنتين من الآن. أيام قليلة تفصلنا على أول المباريات أمام منتخبي سلطنة عمان والكويت، ومفكرة الإسباني كتب بها أسماء اللاعبين المحترفين 11 من مختلف دوريات العالم، ومتبقي له إضافة 12 لاعبا من الذين اختارهم ليرافقوه في معسكر الدوحة الذي سيكون في 25 من الشهر الحالي حتى 1 من شهر أيلول المقبل. وهذا الملعب والذي مع كل حدث رياضي تشعر وكأنه سيفتتح للتو مثل ملعب جديد سيعود ليكتظ بالجماهير العراقية مرة أخرى، لكن هذه المهمة ستكون هي الأكبر من حيث الأهمية، لأن جميع منتخبات مجموعتنا ستطرأ أقدامها أرضية ملعب جذع النخلة. لذا فإن الشارع الرياضي العراقي لا يزال ينتظر وهو منتشيا بروح التفاؤل وبثقة عالية بالأسود نحو حلم التأهل إلى المونديال الذي بات قريبا جدا من التحقيق. أحمد الهارف، العراقية الرياضية، بغداد.
اجتمع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياض وممثلي وسائل الإعلام الرياضي لتوحيد الخطاب الإعلامي لدعم المنتخب الوطني في مشوار التأهل إلى نهائيات كأس العالم. تفاصيل أكثر مع عماد الركابي. حلم التأهل إلى المونديال مشروع حكومي وبرعاية رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني. التقى مستشاريه بممثلي وسائل الإعلام الرياضية المحلية. الهدف من اجتماع اليوم هو الإعلان عن توجيه سيد رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني عن تشكيل لجنة لدعم المنتخب الوطني العراقي للصعود إلى نهائيات كأس العالم. هذه اللجنة تتسخر الفعاليات الحكومية والجماهيرية من أجل دعم المنتخب. تشترك في هذه اللجنة طبعا لجنة برئاستنا، تشترك فيها مستشارية سيد رئيس الوزراء ونقابة الفنانين ونقابة الصحفيين واتحاد الصحافة الرياضية وكذلك هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الداخلية ووزارة النقل والحكومة المحلية في محافظة البصرة. تطلق الحملة إن شاء الله من يوم 27 من مكتب سيد رئيس الوزراء. مهمة وطنية وحلم عراقي هو الصعود إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية، واهتمام السيد رئيس الوزراء بهذا الموضوع بشكل كامل. لذلك تشكلت لجنة الدعم الحكومي الجماهيري لدعم المنتخب الوطني. لذلك نتمنى على الإعلام العراقي أن يساهم في هذه وهو ممثل في هذه اللجنة ويكون حريص كل الحرص على نقل الرسالة الإيجابية عن المنتخب الوطني وللجمهور العراقي وأن يكون داعم. توحيد الرسائل الإعلامية في القنوات والبرامج التلفزيونية الرياضية والصحف والمواقع، والهدف دعم المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم. أول مرة يمكن تصير من 2005 لليوم، أول مرة تصير أنه دعم حكومي وبشخص رئيس الوزراء دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني بدعم المنتخب الوطني بضرورة توحيد جميع الصفوف، نبذ الخلافات تركها جانبا في سبيل العبور بالمنتخب الوطني إلى نهايات كأس العالم. هذا هدفنا وهذا حلمنا. مبادرة أكثر من رائعة من لدن دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني بتشكيل لجان مختصة لغرض توحيد الرؤى والصفوف والرؤية لدعم المنتخب الوطني. اليوم ما شاهدناه هو نكران للذات ما بين جميع الزملاء والقنوات العراقية وخصوصا القنوات الرياضية وقناتنا قناة الوطن لغرض تهيئة البرامج الداعمة للمنتخب الوطني في مهمته. الإعلام نصف النجاح، ومن هذا المنطلق يبدأ مشروع دعم المنتخب في تصفيات كأس العالم لتحقيق حلم التأهل الذي غاب عنه منذ سنوات طويلة. فما تزال ذكرى التأهل الوحيد في مونديال المكسيك هي الحكاية الأبرز بين الأجيال الرياضية. عماد الركابي، العراقية الرياضية. أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية حل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء. وذكر أعلام اللجنة في بيان أن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية قرر حل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي، وذلك في الاجتماع الدوري للجنة. وأضاف أن قرار المكتب التنفيذي يأتي في ضوء المخالفات القانونية والإدارية التي ارتكبتها إدارة النادي والوقائع التي وردت في قرارات مركز التسوية والتحكيم الرياضي. قال مدرب فريق الطلبة باسم قاسم في تصريح خاص به العراقية الرياضية إن عددا من المدربين خوله بمفاتحة اتحاد الكرة لإلغاء قرار العمل للمدرب المحلي لمرة واحدة في الموسم بدوري نجوم العراق حال إقالته أو استقالته. من المدربين اللي كلفوني يعني بحكم عامل العمر، واللي ننوي ان شاء الله خلال الايام القادمه انه نجمع تواقيع مجموعه من المدربين ونذهب لاخواننا بالاتحاد اللي يمكن لهم التقدير والاحترام ونشرح لهم وجهه نظرنا، اللي ربما يعني نتمنى ان يكون هناك عاده نظر بالقرار الاخير هو انه يسلم المدرب لمهمه واحده، لانه اعتقد هذا قرار مجحف بحق المدرب، وبالتالي يعني هو اساس تطور اللعبه هو المدرب والحكم. وانت اليوم من تجبر الحكم على المدرب على مهمه واحده، يعني انا اتفق مع الاخوان بالاتحاد العراقي انه ثلاث مرات او اربع مرات بها ضرر، لكن بنفس الوقت المهمه الواحده وجبره في زاويه ضيقه على مهمه واحده بها ضرر كذلك، لانه اليوم يمكن ادارات الانديه
يعني راح يضطر المدربين جبر انه يتحمل كل الضغوطات بل حتى التدخلات بالشؤون الفنيه يتحملها، لانه على اعتبار انه اذا ما يعني كان دائما بتوافق مع الادارات ويتقبل قراراته كان هو يعني القرار الابعاد يناله، ومن ثم اذا قرار الابعاد ما راح يملك فرصه اخرى، فبما يقبل الشك انه واضح هذا اضعاف للمدرب، وبالتالي انا اعتقد هذا ما يصب في تطوير العمليه التدريبيه. لذلك نقترح على اخواننا بالاتحاد مثل ما انت اعطيت فرصتين للادارات الانديه اعطي فرصتين للمدرب، لا تحدث ابو فرصه واحده ولا اريد ثلاث فرص واربعه، نتفق مع انه عمليه ضاره لكن الفرصتين على الاقل تكون متكافئه. واما ام تريد تذهب باتجاه الفرصه الواحده كذلك اعطي ادارات الانديه عليها فرصه واحده باختيار مدرب واحد. والى استعدادات الفرق لدوري نجوم العراق، اذ يواصل فريق الكرخ معسكره التدريبي في دهوك تحضيرا للموسم الجديد. اياد برواري والتفاصيل. يواصل فريق الكرخ معسكره التدريبي على ملعب سميل في محافظة دهوك، وذلك ضمن استعداداته المكثفة للموسم الجديد من دوري نجوم العراق. تحت إشراف الكادر التدريبي يركز الفريق على رفع الحالة البدنية وتطوير التكتيكات الجماعية والفردية من خلال تدريبات تهدف إلى تحسين الأداء وزيادة الانسجام بين اللاعبين. دخلنا أول معسكر داخلي في محافظة دهوك بعد أن طبعا رمم الكادر التدريبي الفريق، وتم تغيير أكثر من لاعب طبعا بالمحترفين والمحليين بعد قرار الاتحاد اللي هو لك حق التسجيل 25 لاعب من ضمنهم 6 محترفين. ثبت الجهاز الفني على 25 لاعب اللي هم يعني مثل ما عرفت مثل ما قلت لك 6 محترفين، تم تغيير 4 محترفين منهم وتغيير أكثر من لاعب بعد استقطابات جيدة للفريق. الحمد لله شغالين في معسكر دهوك، بنحاول نشتغل على رفع المعدلات البدنية ونشتغل طبعا كابتن هيثم بيشتغل على نواحي تكتيكية بشكل عملي في الملعب وبشكل نظري في محاضرات. طبعا انت عارف ان في صفقات جديده وفي عناصر جديده انضمت للفريق، فبنحاول باذن الله ان نوصل لاعلى درجه انسجام وتفاهم في اسرع وقت بين اللعيبه العناصر الجديده والعناصر اللي موجوده من العامل السابق. من جانبهم اكد لاعبو الكرخ على اهميه هذا المعسكر التدريبي في دهوك، معتبرين انه يلعب دورا حاسما في رفع جاهزيتهم البدنيه والنفسيه قبل انطلاق منافسات الدوري، وأشاروا إلى أن هذه الفترة التحضيرية تمنحهم فرصة مثالية للعمل على تحسين أدائهم مما يعزز من ثقتهم بقدراتهم على تحقيق نتائج جيدة في الموسم المقبل. احنا كلاعبين طموحين انه نحقق نتائج إيجابية من خلال الموسم القادم، إضافة لاعبين مميزين أسماء جيدة بنضم لاعبين الشباب ولاعبين خبرة، إن شاء الله نحقق نتائج ترضينا وترضي الكادر التدريبي وترضي الإدارة. استعداداتنا جيدة إن شاء الله، داخلين قوة على الدوري الجاي، فريقنا جاهز إن شاء الله على أتم الجاهزية، فريق كاملين مع المحترفين إن شاء الله نقدم كل ما عندنا هذا الموسم. العراقية الرياضية دهوك. تغادرنا يوم غد الخميس بعثة فريق الشرطة بكرة القدم إلى القاهرة لغرض إقامة معسكر تدريبي هناك تحضيرا لمنافسات دوري نجوم العراق بكرة القدم. وقال عضو المكتب الإعلامي في نادي الشرطة أثير الشويلي أنه جرى الاتفاق مع الجانب المصري على تنظيم معسكر تدريبي في القاهرة يتضمن إقامة مباريات تجريبية مع الفرق المصرية بالتزامن مع البرنامج السنوي الذي قدمه الجهاز التدريبي تحضيرا لدوري نجوم العراق وبطولة النخبة الأسيوية، وأكد أن الطاقم الفني أنجز جميع التعاقدات مع اللاعبين المحترفين والمحليين. بدأ بطل الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الماضي فريق ديالا تدريباته اليومية استعدادا للدخول في منافسات دوري نجوم العراق. تفاصيل أكثر مع دريد المعموري. استعدادا لدوري المحترفين بكرة القدم، بدأ نادي ديالا بطل الدوري العراقي الممتاز وحداته التدريبية في ملعبه بعد الاستغناء عن الكثير من لاعبي الفريق السابق واستقطاب لاعبين محليين جدد من بينهم محترفين والتجديد للمدرب السابق صادق حنون، لتبقى المشكلة الأساسية التي ستواجه البرتقالي وهو أن ملعبه غير مرخص لخوض المباريات فيه ليخوض لاعبيه المباريات خارج المحافظة.
يعني من الامور السلبيه اللي راح نواجهها احنا كنادي دياله كملعب دياله غير مؤهل غير مرخص لاقامه المباريات الرسميه، فراح نضطر نلعب خارج المحافظه، يعني نختار احد الملاعب المرخصه في بغداد، بينما راح نعمل بهذا الملعب على اعاده تاهيله ليلائم التراخيص، يعني مساله التراخيص على مود نقدر تعرف الفريق من يلعب بين على ارضه وبين جمهوره راح يكون فد دافع معنوي كلش كبير له. فريقنا الاستقطابات اللي كانت عاتقها على المدرب الحالي مدربنا صادق حنون استقطابات كلها جيده، وبدت الوحده التدريبيه ان شاء الله بثالث وحده تدريبيه بهالاسبوع، نتامل ان شاء الله نكون رقم جيد في الدوري. الكادر التدريبي للفريق أكد على ثقته الكاملة من اللاعبين وأنهم سيرضون جماهيرهم الرياضية الذين انتظروا لسنوات لرؤية فريقهم في دوري الأضواء. بصراحة احنا كنا ثقة وأمل بهم أنه هم اللاعبين اللي راح يطبقون ما نريده منهم بهذا الموسم، واللي يطبقون وينطون إشارة لكل جماهير ديال المتعطشة أنه هذا الفريق قادر هذا الموسم أنه يحقق نتائج إيجابية بدور النجوم. اختبار كبير أمام نادي ديالة بطل الدوري العراقي الممتاز من خلال مشاركته في دور النجوم ليكون رقما صعب فيه لإرضاء جماهيره الرياضية، لا سيما بعد غياب دام أكثر من 13 عاما. من محافظة ديالة دريد المعموري، العراقية الرياضية. بمشاركة أكثر من 50 لاعبا و12 لاعبة في أكاديمية الأصدقاء الكروية المختصة بمواهب الفئات العمرية في كركوك، تواصل الأكاديمية فعالياتها لاحتضان المواهب الواعدة. التفاصيل مع حسام كريم. أكثر من 50 لاعبا و12 لاعبة تواجدوا في أكاديمية الأصدقاء الكروية، هذه الأكاديمية المتخصصة بالفئات العمرية، وحازت خلال الفترة الماضية العديد من الألقاب والبطولات. سبب اتجاهنا للفئات العمرية هو طبعا هي القاعدة الأساسية والرافد الحقيقي للأندية وللمنتخبات الوطنية. احنا بلشنا هنا بمساعدة مديرية شباب ورياضة كركوك، وفر لنا الملعب عن طريق الاستاد عدي عواد، شكلنا وبدينا بداية بسيطة يعني بصراحة. خلال أشهر الإقبال صار عندنا ما شاء الله كل زين، التدريبات اللي عندنا حاصلة والمنهج نمشي وفق منهج تدريبي صحيح، حتى نخرج لاعب من الفئات العمرية من يخرج للخط الأول أو إلى الأندية يكون لاعب جاهز. قاعدة النسوية عندنا على مستوى العراق ضعيفة جدا، احنا استقطبنا بنات صغار وبدينا وياهم والناس شافوها، خاصة احنا داخل منطقة يعني والمنطقة شعبية شوية صعوبة نلاقي بهالشيء، بس الحمد لله والشكر هسه الإقبال صار عندنا. عندنا 12 بنية أعمار من 2010 لحد 2018. أولياء الأمور أشادوا بالكوادر التدريبية المتواجدة وبطرق تدريبهم المتطورة، وخصوصا أنهم حاصلين على شهادات تدريبية مما يضيف الكثير من المعلومات للاعبين. أثبتت جدارتها بصراحة بالنسبة للفئة العمرية اللي هي 2014 وال15 وال16 حتى العشرة، يعني أحسن ما نخليه بالشارع ونخليه بألعاب الموبايل وألعاب الجيم اللي هي ما تفيد كل شيء، بالعكس هنا تطور مهاراته، تطور مهاراته الرياضية واللياقة البدنية مالته أحسن تصير. كادر التدريب الموجود هنا إن شاء الله المتمثل بالكابتن عدي يعني كلش راقي، عنده يعني شهادات تدريبية، مسافر يعني شايف أندية رايحة يعني إلى محافظات، خاصة العاصمة بغداد دائما أنا وياه شايفة بالأندية، يطور مهاراتهم ويعني يخليهم يطلعون إلى درجات، يعني خلوا الثانية أو الثالثة فضلا عن الأولى اللي هي فئات العمرية اللي هم بها. اللاعبون واللاعبات بيّنوا أنهم قد استفادوا الكثير من خلال هذه الأكاديمية ويتطلعون لتحقيق حلمهم الأكبر وتمثيل الأندية مستقبلا، ولربما يكون لهم حظوظ بتمثيل المنتخبات الوطنية. أصلا أنا مشت في المسجلة بالمدرسة، هم لعبت بهواي أندية وأخذت أفضل لاعب، وأني أحب كرة القدم هوايتي، وشو جيت هنا أنا شفت كابتن عدي كابتن محترم وجيد والأكاديمية انفتحت وأكو بنات فسجلت بيها. لأن هاي أكاديمية مالت يعني كابتن عدي وهي أكاديمية محترمة وكابتن عدي هم محترم، أكاديمية حلوة يعني، وحتى من كبار من يصير بالمستقبل نقدر نقدم بالأندية. زينين ونستفاد من عندهم وإن شاء الله
القادم ناخذ وياهم بطولات ان شاء الله، نقدر نلعب بطولات مدارس وحتى بالأندية والمنتخب. حسام كريم، كركوك. يواصل فريق الكرخ بكرة السلة تحضيراته في معسكره التدريبي في دهوك تحضيرا للموسم الجديد. استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز بكرة السلة وبطولة الوصل الآسيوية، يواصل فريق الكرخ بكرة السلة معسكره التدريبي على قاعة نادي سان حاريب في مدينة دهوك، حيث أظهر اللاعبون أداء عاليا خلال التدريبات بهدف رفع مستوى اللياقة البدنية وتحسين الجوانب الفنية والتكتيكية وتحقيق الانسجام المطلوب. استعداداتنا جارية خلال المعسكر التدريبي، طبعا وصلنا يوم الجمعة ظهرا وقمنا وحدة تدريبية عصرا، بواقع اليوم الواحد وحدتين تدريبية صباحية ومسائية، استعدادا لانطلاق دوري الممتاز واستعدادا لبطولة وصل الآسيوية اللي تنتظرنا مشاركة خارجية. اللاعبين طبعا أدوا أداء عالي خلال هذا المعسكر ولرفع مستوى اللياقة البدنية، ننتظر وصول المحترفين إن شاء الله يوم السبت القادم للانخراط مع الفريق ولتحقيق الجهوزية الكاملة للفريق وإداء الدور الممتاز ودخول الدور الممتاز. اللاعبون أكدوا أهمية المعسكر التدريبي في رفع جاهزيتهم البدنية والفنية، مشيرين إلى أن هذه الفترة التحضيرية كانت ضرورية للاستعداد للدخول لمنافسات الدوري والاستحقاقات الأخرى القادمة. بداية الموسم الجديد لازم نكون استعد له، استعدينا تقريبا من 12/8 ولحد هذا اليوم دخلنا معسكر تدريبي بمدينة دهوك، تقريبا صار قبل 3 أيام، إن شاء الله ننهي هذا المعسكر على خير وننتظر المحترفين يلتحقون ونشكل فريق قوي، إن شاء الله نقدر ننافس على الدوري ونكون أبطال الدوري. كنا تمرين صبح وعصر والحمد لله وشكر كنا ملتزمين، مثل ما اشوف يعني جينا يعني بدينا تقريبا شبه نقول تقريبا من الصفر، الحمد لله وشكر هسه الوضع وضعنا احسن، يوم على يوم قاعد نتحسن، ان شاء الله يعني يخلص المعسكر منا بعد 3 أيام نكون احنا ان شاء الله جاهزين. اياد برواري، العراقية الرياضية، دهوك. اعلنت الهيئة الادارية لنادي الكرخ الرياضي توقيع عقود الملاك التدريبي ولاعبي فريق كرة اليد بطل الدوري والكأس للموسم الماضي. هذا وتضمنت التواقيع توقيع عقد المدرب الأول للفريق المصري شريف المرسي ومساعده حمودي ناصر، فيما تعذر حضور مدرب الحراس مصطفى ياسين لتكليفه بواجب تمثيل منتخب الناشئين. وتضمنت القائمة 17 لاعبا، فيما تعذر حضور الحارس طه فرقد لالتحاقه مع منتخب الناشئين في مهمة خارجية. وللمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملاحظات يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، انستغرام. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.